تحية طيبة مشاهدي الكرام، الثامنة مساء بتوقيت العالمي الموحد. نشرة الأخبار من الموريتانية يصحبكم فيها محمد دول الحي ويستهلها معكم بأبرز العناوين. جلسات الحوار الوطني الشامل تتواصل والنقاشات تقترب من الاتفاق حول أهم النقاط المطروحة على جدول الأعمال. التوقيع بين بلادنا واليابان على منحة تربو على 2,200,000,000 أوقية موجهة للأمن الغذائي. مقتل 17 شخصا أغلبهم من سلاح المعارضة في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من معبر باب السلام على الحدود السورية في تركيا. اهلا بكم الى تفاصيل هذه النشره. نبدا نشرتنا ببريد رئيس الجمهوريه السيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقيه تعزيه الى الامير ماها فاجير امير اولونجوكورن ولي عهد تايلاند اثر وفاه جلاله الملك بونفول اودلياديج ملك تايلاند. وعبر رئيس الجمهوريه لامير تايلاند من خلاله للاسره الملكيه والشعب التايلاندي الشقيق عن خالص التعازي باسم الشعب والحكومة الموريتانية. بعد فاصل قصير نبدأ تغطيتنا اليومية للحوار الوطني الشهر. أهلا بكم. تواصلت إلى زوال اليوم جلسات الحوار الوطني الشامل، وذلك بمشاركة عدد كبير من النخب السياسية والفاعلين الوطنيين وهيئات المجتمع المدني. ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية عمق خلالها المشاركون البحث والنقاش حول مجمل النقاط التي كانت مدرجة على جدول الأعمال. خلال الورشة المخصصة لتعزيز دولة القانون والعدالة يتواصل النقاش وتتوزع المواضيع، حيث يحرص المتحاورون كل في مداخلته على إيصال أفكاره بالأسلوب الذي يناسبه وباللغة الوطنية التي تضمن إيصال رسالته كاملة إلى المقربين. هذه الحوار عن دولة القانون والعدالة الاجتماعية وتناول فئات من المحاور زي فصل السلطات، الاصلاحات القضائيه واستغلال القضاء، الحريات الفرديه والجماعيه، لان تناولت ياسر من المواضيع اللي في الساعه. وانا بعد انا في اللي حال قد نعود نوه فيها وقال عن الحوار كل شيء مس المواطن والله اللي نقال هون اللي كان كل حد ذاك اللي يقول ما في كان عنده اي مهم اي مانع من كل حد يقول ذاك اللي يبغي. شارك طبعا في هذا الحوار وكان جد مهم وأثير فيه الكثير من المواضيع المهمة أو الهامة والتي من بينها يعني الوحدة الوطنية والتي هي أساس لكل يعني التقدم والتنمية لكل مجتمع. كانت الناس تتحاور بروح صادقة ونية مهمة فعالة من أجل الوصول إلى أهداف تصلح هذا الوطن. تناقش جميع البنود وجاءت أفكار جيدة نيرة للإصلاح. مداخلة الحاضرين تتقاطع في معظمها حول المطالبة بتفعيل جميع القوانين والنظم الإدارية التي تضمن تكريس الديمقراطية كمبدأ وتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب، إضافة إلى التركيز على العدالة الاجتماعية وجعلها المنبع الذي تتغذى منه جذوع المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلد. وعلى مستوى ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية وصل النقاش مرحلة متقدمة، حيث بدأ المشاركون يتطلعون إلى صياغة مقترحاتهم والتوافق عليها. مع تمديد جلسات الحوار الوطني الشامل يتعمق النقاش والبحث على مستوى ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية حول المواضيع المطروحة على طاولة البحث، وإن بدأ النقاش اليوم يختلف عن الأيام الماضية. لافت حقيقة في الحوار اليوم انه بدأ اخو نوع من الجدية صح التعبير نحو صياغة قرارات نهائية تخدم مصلحة البلد. انا مواكب الحوار من بدايته ومواكب هذه الورشة اللي قالها اشكالات سياسية واللي تتكلم اساسا عن سنة الانتخابية ولجنة الانتخابات والحكامة السياسية وتفكير الاحزاب السياسية. الناس بدأت شيئا فشيئا
ترجع للمواضيع الحقيقية وتقدر مدحها جديد ومتفائل إلى أقصى درجة بنتائج جدية تعود على البلد بالخير واليمن والبركة. ملفات هامة تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي للبلاد أشبعها المشاركون بالبحث والتدرس من أجل الخروج بصياغة نهائية توافقية من شأنها تعزيز المشهد السياسي والمسلسل الانتخابي. هذه الورشة تتكلم عن محاور أساسية هي الإشكاليات السياسية والانتخابات، تتكلم عن نقاط مهمة أهمها هو تعزيز الحوار، حوار 2011. ثم تتكلم عن مؤسسة معارضة ديمقراطية، لمؤسسة تتميز بها موريتانيا من عدد دول، لكن حسب الحزب الاتحاد مجلس الجمهورية يلا أنا يلا تعزز ويلا توسع صلاحياتها يعني بتلعب لك الدور. انعكاستها على اللي ينقال المشهد الانتخابي مهمة في اهتمام بها اللي تعزيز المكتسبات اللي عندنا. احنا في هذه الورشة ورشة اشكالات سياسية وناقشوا هذه النقاط بكل تجرد وبكل إيمان بهذا الوطن حد مشاكله، وطرح اليوم ناقشنا أساسا قضية المال السياسي ودوره فعنه يلا ينحد منه من أجل برلمان يعكس وجه موريتانيا الديمقراطي في المراحل النهائية للصياغة، وعنا قطعنا خطوات قوية في نقاش هذه القضايا، وعنا إن شاء الله نتمنى على الأيام القادمة تكون في الصياغات النهائية. هذا ويتواصل الأسبوع الثاني على التوالي نقاش المشاركين في هذه الورشة في شو تطبعه المسؤولية والانضباط والانسجام واحترام الرأي والرأي الآخر خدمة للمصلحة العليا وتحقيق التقدم والازدهار للبلاد. وفي ورشة الإصلاح الدستورية يحتدم النقاش حول تطوير وترقية أداء بعض مؤسسات الدولة، كما استأثر تغيير النشيد والعلم الوطنيين بجانب كبير من النقاش بين مؤيد ومعارض. يواصل المشاركون في ورشة الإصلاحات الدستورية نقاشاتهم حول مختلف النقاط الأساسية المدرجة على جدول أعمال هذه الورشة في إطار فعاليات الحوار الوطني الشامل هذه الأيام. ورشة مكنت جميع المكونات والأحزاب السياسية من نقاش مقترحات مختلفة ووضع تصورات أولية حول المحاور البارزة في هذه المواضيع. الأمور تجري بشكل جيد، الناس تناقش كل شفافية وكل موضوعية وكل أريحية، وهناك تجاوب مع نقاط المدرجة على جدول الأعمال وفي تقدم ملحوظ. من السابق لوان الحديث مثلا عن وزارة وغيره، ولكن في الحقيقة أنه رقم التغير وجهات نظر الأمور كلها تسير في الاتجاه الإيجابي، ونحن متفائلين بشأن الخروج بنتائج تكون مرضية لجميع المشاركين. نقاشات كانت نقاشات مهمة وكانت صريحة وديمقراطية، شملت كل الورش الخاصة ورشة الإصلاحات الدستورية التي كانت فعاليتها فعاليات نوعية ومشاركة جميع الطيف السياسي والقوى الوطنية. وفي اعتقادي أن الأمور تمشي تسير في الاتجاه الصحيح، أن هنالك شبه إجماع على ضرورة هذه التعديلات، وأن حاجة الشعب الموريتاني لهذه التعديلات ضرورية وملحة، وأنها ستكون في صالح الديمقراطية وصالح البلد. ومن بين النقاط التي تركز عليها نقاش اليوم مراجعة المادة 26 الجديدة المتعلقة بسن المترشح للانتخابات الرئاسية والدور الذي تساهم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية في بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية والتبادل السلمي على السلطة. طرح المشاكل الاجتماعية، المشاكل السياسية، المشاكل الاقتصادية، هذا كامل وفريق وقرب حالة مولي بدقة بإجماع الناس كامل. إن شاء الله دورنا بنتائج إن شاء الله وملمسة مولي إن شاء الله ومفيدة مولي للشعب الموريتاني وللأجيال القادمة. حضار يدور كما يرى، رغم اللي قال عنه كان ورشات كاملة كلها مفتوح فيها بحرية وديمقراطية والناس كلها يزلي برايه وكلها محترم للرعاة، وهؤلاء الأيام الأخيرة تميز به الحوار، وهي رجال في الحقيقة فهم الناس الحوار عن كل حد محترم لرأيه وكل حد متقبل رأي الآخر. النقاشات المستمرة إذن على مستوى هذه الورشة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية مكنت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من فتح نافذة جديدة في أجواء تطبعها الحرية والتفاهم لوضع مخرجات إيجابية للحوار المتواصل.
ونبقى مع أخبار الحوار الوطني شامل، حيث شكل وضع سياسة وطنية لنهوض بالاقتصاد الوطني نقطة بارزة في مداولات ورشة الحكمة الاقتصادية والمالية. وقد دعا المشاركون في هذه الورشة إلى اعتماد الشفافية والعدالة في تسيير وتوزيع الموارد الاقتصادية لموريتانيا، بما يتيح استفادة متساوية لكافة المواطنين. يوم جديد من أيام تمديد الفترة الزمنية المخصصة للحوار الوطني الشامل، تميز بحضور الممثل الأطياف السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات. شكل هذا التمديد فرصة للمشاركين في ورشة الحكمة الاقتصادية والمالية، عمقوا فيها النقاشات الهادفة والأفكار البناءة التي يتوقع منها تطوير أداء الاقتصاد الوطني والنهوض به نحو آفاق أرحب. كما وصل المشاركون في هذا السياق بضرورة رسم استراتيجية وطنية تخدم التنمية المحلية وتساهم في تطوير الانتاج المحلي. موضوع الاقتصاد، موضوع العدالة الاجتماعية، موضوع توزيع الثروة، هذه قضايا تهم الناس في حياتهم اليومية. وأظن أن النقاش في هذا يجب أن يكون نقاشا أكثر أهمية من أي موضوع آخر، لأن الموضوع الاقتصاد، موضوع العدالة الاجتماعية، آليات التوزيع، كيف يتم التوزيع، متى يتم التوزيع، ما هي آليات التوزيع، هذه كلها قضايا تهم الناس في حاضرهم ومستقبلهم. الحكامة الاقتصادية أعرف أنها مهمة للشعب الموريتاني، أن تعلق بثروات الشعب الموريتاني وأموال الشعب الموريتاني وتوزيع العادل للثروة الشعب الموريتاني، ونعرف أن الثروة المحلية أن تدعيمها وتثمينها عن مهم عن الشعب الموريتاني. الورشة المتعلقة مثلا بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاقتصادية اللي يخرص الثروات الموريتانية، يعني يوزع عدالا بين الشعب الموريتاني ومن بين الولايات الموريتانية في الولايات حسب التوظيف. الحكامة الاقتصادية اللي فيها أهم شيء توزيع العادل للثروات، وفيها مريقة بالتجزيء المحلي للمنتوج المحلي ضمن نقاط مثلا فيها نقص يبقي تعبئة وتحسيس، وهذه الحكامة الاقتصادية طبعا داخلة في ذاك المجال لأن أهم شيء تسيير الموارد الاقتصادية للبلد. ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية يؤمل من مخرجاتها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي وخلق فرص عمل جديدة تساهم في امتصاص البطالة والاستفادة أكثر من خيرات البلاد التي حباها الله بها. أهلا بكم. وشح وزير الدفاع الوطني صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية الفريق أول رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية. وقد شكلت المدرسة العليا متعددة التقنيات إحدى فقرات زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية لبلادنا. تميز اليوم الثاني والأخير من زيارة العمل التي يؤديها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان لبلادنا، تميزت بالتوشيح وزير الدفاع الوطني السيد جالو مدوباتشا للضيف السعودي الزائر باسم رئيس الجمهورية بوسام كوموندور في نظام الاستحقاق الوطني. جرى حفل التوشيح بحضور قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ محمد أحمد والسفير السعودي بن موشوط سعادة السيد هزاع بن ضالي المطيري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني العقيد حنان والهنون والسيدي وعدد من الضباط السامين بوزارة الدفاع الوطني وقادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش. وكان الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية قد أدى زيارة للمدرسة العليا المتعددة التقنيات صباح اليوم. وكان باستقباله قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ محمد أحمد والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش الفريق حنان نول سيدي وقائد المدرسة العليا متعددة التقنيات وعدد من قادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش. وفي ساحة العرض المدرسة استعرض الضيف السعودي وحدة من الجيش الوطني أدت له تحية شرف وعدد من طلاب المدرسة قبل أن يصافح القائمين عليها من ضباط وأساتذة. بعد ذلك تجول رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية
رفقة قائد الأركان العامة للجيوش في بعض المنشآت التعليمية في المدرسة قبل أن يتابع عرضاً عن نشأة ومهام المدرسة وإعادة تنظيمها والآفاق المستقبلية لها. قدمه العقيد المهندس محمد بن محمد محمود قائد المدرسة. وفي ختام الزيارة دون رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية في السجل الذهبي للمدرسة عبارات الثناء على هذا الطرح التعليمي الواعي الذي يشكل داعما قويا للطاقة البشرية للقوات المسلحة الوطنية. وقع وزير الاقتصاد والمالية مع السفير الياباني في بلادنا على منحة تربو على 1,200,000,000 أوقية. سيتم تخصيص هذه الهبة لشراء مواد وتوفير خدمات ضرورية ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. ستخصص هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية والسفير الياباني في بلادنا والتي يصل غلافها المالي 1,225,000,000 أوقية ستخصص لدعم الأمن الغذائي في بلادنا بفضل عائدات بيع الأرز الياباني. بهذه هذه المناسبة ليعلم عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب اليابان للدعم المتنوع والسخي الذي ما زالت دولتكم تقدمه لبلادنا مشكورة. سيتم تخصيص هذه الهبة لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تلك الاستراتيجية التي تركز على ترقية الحلول المستديمة وعلى دعم قدرات التدخل السريع وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار سيتم العمل على تمويل المشاريع المدرة للدخل وضمان التمويل المنتظم للسوق وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية لحماية القدرات الشرائية للطبقات. ويعتبر الأمن الغذائي من أقدم وأهم مجالات العون الياباني لموريتانيا، حيث تعود بدايته لسنة 1981 كما يؤكد ذلك السفير الياباني في بلادنا. وقد وصل إجمالي هذا العون خلال 30 سنة معدية حوالي 100,000,000 دولار أمريكي. وبفضل عائدات بيع أرز الياباني في موريتانيا تحقق مفوضية الأمن الغذائي هدفين يتمثل أحدهما في تزويد السوق المحلية بكمية كبيرة من الأرز فضلا عن حصولها على مبالغ مالية معتبرة، وبفضل هذه المبالغ التي يتم رصدها في صندوق يعرف بصندوق المقابل النقدي استطاعت مفوضية الأمن الغذائي تمويل العديد من المشاريع وبرامج محلية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للشعب الموريتاني. ويشمل التعاون الموريتاني الياباني فضلا عن مجالات الأمن الغذائي العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبمناسبة اليوم العالمي للجودة الذي يصادف 14 من أكتوبر كل سنة، نظمت وزارة التجارة والصناعة والسياحة حفلا تحت شعار المواصفات تؤسس أواصر ثقة. ويعتبر تقليد هذه المناسبة فرصة لاستعراض الجهود المبذولة بخصوص وضع وتقييم المعايير ومقاييس الجودة، بالإضافة إلى متابعة التشريعات التي تكافح الرشوة. المواصفات تؤسس أواصر الثقة شعار خلدت تحته وزارة التجارة والصناعة والسياحة اليوم العالمي للجودة المصادف للرابع عشر أكتوبر من كل عام. وزارة التجارة والصناعة والسياحة أكدت خلال كلمتها بالمناسبة أهمية وضع ومتابعة معايير ومقاييس الجودة بالإضافة إلى التشريعات التي تكافح الرشوة. يتطلع قطاعنا إلى استصدار مواصفة وطنية في مجال مكافحة الرشوة، مكتملا بذلك المواصفات الدولية لأنظمة الجودة المتعلقة بمكافحة الرشوة والتي سيتم اعتمادها اليوم من قبل المنظمة الدولية للمواصفات، وهي مواصفة تأتي دعما لجهود الهيئات في حربها على الرشوة من خلال خلق ثقافة الاستقامة والشفافية. ولن تستطيع هذه المواصفات وحدها القضاء على ظاهرة الرشوة، لكنها تساعد الهيئات على وضع خطط وآليات فعالة تمكن من معالجتها، وهو ما يستدعي تضافر جهود الجميع للتقليل من مخاطر هذه الظاهرة قبل القضاء عليها نهائيا. وتعتبر هذه الانطلاقة الفعلية لأشغال اللجنة الوطنية المكلفة باعتماد واستصدار أول مواصفة وطنية في مجال الشفافية ومكافحة الرشوة التي تشكل عائقا كبيرا.
انطلقت اليوم بالعاصمة الموصول فعاليات مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والدولة اليابان. ويشمل برنامج التظاهرة الذي يستفيد منها عدد من الشباب في ولايات موصول الثلاث لتنظيم هذه التظاهرة تنظيم ورشات حول ورشات تحفيزية حول مكافحة التطرف وأهداف التنمية المستدامة وترقية المواطنة لدى الشباب. من أجل مشاركة فاعلة للشباب في محاربة التطرف وترقية رقابة المواطنة وسعيا إلى دعم اندماج الشباب في الاقتصاد المحلي مساعدتهم على المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية وتنمية روح المواطنة الصالحة وتحقيق أهداف التنمية المستديمة تتنزل فعاليات انطلاق مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب. إن العناية المتميزة والغير مسبوقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز للشباب ساهمت بشكل كبير في تحصين هذه الفئة والنعي بها عن نزعات التطرف والكراهية المتنامية في عالم اليوم الذي يشهد تزايد سبل الانحراف وتعدد المشاهد الفكرية للعنف والإرهاب. إن تنظيم هذه الأيام التحسيسية والنشاطات المماثلة التي سيقام بها بحول الله قريبا على مستوى الولايات المشمولة بالمشروع يهدف أيضا إلى بث روح المواطنة والتآخي والتسامح طبقا لتعاليم ديننا الحنيف دين العالمية والوسطية مما سيكون له حتما أثر طيب على العمل الشبابي وطنيا ومحليا. الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ببلادنا أكد في كلمة له أن هذا البرنامج يدخل في نطاق مشاركة هيئته بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة التي انطلقت خلال العام المصرمي والممتدة على مدى 5 سنوات، مضيفا في هذا السياق أن القائمين على برنامج الأمم المتحدة للتنمية يدركون بشكل جيد استحالة وجود تنمية حقيقية دون مشاركة الشباب وحمايتهم من مخاطر التطرف والإرهاب والمسلكيات المنحربة التي تشكل تحديا كبيرا لشباب القارة بشكل عام. بدوره نوه رئيس الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية على مستوى الواكشوط بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع. إن مشاركة الشباب اليوم في الأيام التحسيسية للشباب حول أهداف التنمية المستدامة من أجل المشاركة الفعالة والبناءة في الحوار الاجتماعي والاقتصادي لدليل على العناية الكبيرة التي توليها وزارة الشباب والرياضة للشباب وخاصة المنضوي تحت الشبكات الشبابية. المشروع الممول من طرف دولة اليابان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المنفذ من طرف وزارة الشباب والرياضة سيشمل إضافة إلى ولايات واشط الثلاث مدن ألاك كيهيدي سليبابي روسو وتجكجا على أن ينتهي شهر مارس المقبل. اتخذ قطاع التدريب الوطني مع بداية العام الدراسي الجديد جملة إجراءات بهدف انسيابية العمل في المؤسسات التعليمية، ورغم ذلك ما زال الإقبال على بعض المؤسسات التعليمية دون مستوياته العادية بعد أسبوعين من الانفتاح. بداية شهر أكتوبر من كل عام موعد تقليدي مع نشوة عام دراسي جديد، أي ما يعني استئناف مرحلة من العطاء المعرفي وتقديم المعلومات التربوية لكل المستويات. هذه السنة وكما هي العادة واكب القطاع المعني الافتتاح الدراسي بإشراف مباشر من وزير التهذيب الوطني لتكون الرسالة كفيلة بالتقبل والاستعداد. بدأ العام الدراسي الجديد وفتحت المؤسسات التربوية أبوابها، لكن العديد من المتابعين للشأن التربوي يطرح مسألة ضعف الإقبال، ويطرح التلميذ من جانبه وجهة نظره بهذا الخصوص. نعدد شيء زين الشنسات العلمية ونقرأ في ثانوي التفرق زينة ولا قرأي ما بعد خلقي تقبال نزلنا لا نحن هون لساتي مرات يطلعوا مرات ما يطلعوا التلاميذ ما بعد نجاوب نزلوا عندنا مشور بادية لا نختار القرأي تخلق. بالجانب الآخر يتحدث بعض القائمين على المؤسسات التعليمية عن جاهزية الطواقم التربوية وحضور معتبر للتلاميذ باعتبارهم الهدف الذي تجند له الوسائل وترسم البرامج. كانت تبارك الله سنة دراسية افتتاح كان على المستوى حيث حضور تلاميذ وحيث حضور المعلمين ما هم ينقص في كل النواحي كاملها والعمل يجري على ما يرام. ثم نواقص طفيفة تذكر فيهم بين أن المدرسة هنا في قديمة شوي عند بعض من الأقسام هنا خاصين النوافذ خاصين بعض من الأبواب التلاميذ بدوا يجوا شوي
فعلا نحن ندور يجو كاملين ياكن بدو عمل كما ينبغي تن بدو ياكن من اجل برنامج نوفو من اجل ملي نعدلو عملنا كما ينبغي. افتتاح الحمد لله خلق وقت وقت المناسب يوم أربعة الناس تواجدتهم ما شاء الله بالتدريس والتلاميذ جاءوا وخرج العمل. إذا كانت هناك بعض الملاحظات المتعلقة بانسيابية العمل حتى الآن في بعض المؤسسات التعليمية فإن في المشهد التربوي مظاهر إنبات تواكب المراحل وتسعف ذاكرة بأن الدولة بتوجهها بخصوص إصلاح التعليم اتخذت من فكرة الامتياز منطلقا للتحديد وتحسين النوع. مؤسسة بدأت مزاولة أعمالها من اليوم الأول كعادتها وهي تجربة فريدة من نوعها إذا ما أتيحت لها الظروف الملائمة. تجربة مدرسة الامتياز علمها لدينا مهمة في إصلاح التعليم لأننا نلاحظ على مهمة نوع من الانسجام بين جميع شرائح المجتمع الموريتاني، يعني نعتبروها مدرسة جمهورية اللي موجود فيها جميع شرائح يلعبون يمرحون موجودين في الأقسام يحملون زي واحد. بين ضرورة مواكبة الزمن الكبير لإتمام المقرر الدراسي وعدم تحمل البعض لمسؤولياته كاملة حول التكامل التربوي يتحتم الوعي بالسهر على انتهاج السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف التربوية المنشودة. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تستعرض ضعف الملاحظات في المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد. عقد حزب العمل والوحدة الوطنية مساء أمس مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله الاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني على أساس الاحترام التام للدستور، كما شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على موقف الحزب من القضايا الوطنية الراهنة. وقد طلب الحزب بترسيخ الديمقراطية بما يضمن التناوب السلمي على السلطة والتزام الدستور. رئيس حزب العمل والوحدة الوطنية سيد إبراهيم المحمد بابو استعرض في كلمته بالمناسبة دوافع الحزب للالتحاق بالحوار الوطني الشامل. أرتعينا نعبر عن رأينا في الموضوع في الفترة وفي الظروف اللي معروفة حالياً اللي هي فترة حوار وطني. عندنا عدة مطالب. المطلب الأول هو ترسيخ الديمقراطية. ترسيخ الديمقراطية معناها عدم المساس بالدستور. النقطة الثانية ندعو النبذ الفئوية والعنصرية والقبلية. يعني الحزب العمل والوحدة الوطنية استعداده التام للمشاركة في الحوار الوطني على أساس احترام التام للدستور ونبذ الدعوات الفئوية والقبلية والعنصرية واحترام مبدأ المواطنة للجميع والمساواة وإشراك الشباب بهدف تجديد الطبقة السياسية والدعوة إلى التمييز الإيجابي لصالح الشباب الذي يعتبر الضمان الحقيقي للاستقرار واستمرار البلد. من السياسة إلى الاقتصاد والزميلة الغالية متاع مرشين ولكن بعد الفصل. محمد المشاهد الكرام اهلا بكم الى النشره الاقتصاديه التي نبداها باشعار اهم العملات العالميه مقابل الاوقيه حسب بيانات البنك المركزي الامريكي.
يواجه قطاع العقارات في نيجيريا كسبا كبيرا، وذلك في ظل عجز الموردين عن استيراد المواد الخام للبناء والصناعة نظرا لضعف العملة المحلية وعدم توفر العملات لاقتناء معدات التصنيع والبناء. قطاع العقارات والإنشاءات في نيجيريا يشهد تراجعا ملحوظا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستويات لها خلال العامين الماضيين. ومن أجل الحد من تأثيرات هذه الوضعية على الاقتصاد، فإن البنك المركزي النيجيري طالب من البنوك التجارية تخصيص 60% من مواردها من النقد الأجنبي للمصنعين، وذلك على ما يبدو في مسعى إلى تعزيز قدرتهم على سداد قيمة الواردات ودعم الاقتصاد. وأضر نقص الدولار نتيجة انخفاض إيرادات النفط بقدرة المنتجين على استيراد المواد الخام وقطع الغيار، ما دفع بعض المصانع إلى التوقف عن العمل. وقال البنك المركزي إنه يريد تشجيع الإنتاج المحلي من خلال مطالبة البنوك بتخصيص المزيد من العملة الصعبة للمشروعات الصناعية المحلية. وفي محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تخلى البنك عن ربط النايرة العملة الرئيسية في نيجيريا بالدولار، ما أدى إلى هبوط العملة المحلية 40%. لكن حركة التداول في سوق النقد الأجنبي الرسمي تبقى محدودة، إذ يفضل حائز الدولار بيعه في السوق السوداء بسعر أعلى. ويشهد الاقتصاد النيجيري انكماشا في الربع الأول من العام الحالي، ويرجح مسؤولون دخول البلاد في حالة كساد. أصبح خليج غينيا الواقعي غرب إفريقيا المنطقة الجديدة لأعمال القرصنة بعد خليج عدن خلال السنوات القليلة الماضية، وتنشط مجموعات من القرصنة على طول السواحل في هذه المنطقة مستعينة بمعدات وآليات للتهريب والقرصنة البحرية، وتطرح عملية تأمين سواحل القارة الإفريقية نفسها على أجندة القمة الإفريقية التي تنعقد خلال اليومين المقبلين في لومي عاصمة توغو. وتناقش القمة موضوعات مثل القرصنة البحرية والتهريب غير القانوني والاقتصاد الأزرق والتحدي الذي يواجه الأمن البحري والسلامة البحرية والحوكمة البحرية والتبادلات القضائية وعلى مستوى الشرطة أيضا. يقوم رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالسا بزيارة رسمية لكندا، يبحث خلالها في عدد من المسائل، وفي قريعتها اتفاق التبادل الحر المزمع توقيعه بين الاتحاد الأوروبي وكندا بالسابع والعشرين من أكتوبر الجاري. بين هذه الأهداف المشتركة للزيارة تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على تحسين أوضاع الطبقة الوسطى وتعزيز العلاقات الثقافية الوثيقة أصلا بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة حول العالم. وفيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لكم على كرم المتابعة، عودة إلى محمد إلى اللقاء. شكرا لزميل القارية. قالت مصادر في المعارضة السورية إنه قتل ما لا يقل عن 17 شخصا أغلبهم من مسلح المعارضة في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من معبر باب السلام على الحدود السورية التركية. أضافت المصادر أن الانفجار استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري الحر بالقرب من بلدة عزاز في ريف حلب الشمالية. خضع المرشحون للانتخابات التمهيدية في اليمين الفرنسية التي تعتبر مرحلة أساسية في السباق إلى الرئاسة مساء أمس لأول اختبار لهم في مناظرات تلفزيونية أثارت انتقادات واسعة، وقد وجهت انتقادات بشكل خاص إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب تركيزه على موضوع الهوية. في أول مناظرة جرت بين مرشح اليمين للانتخابات التمهيدية للرئاسة في فرنسا، تعرض الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لعدة انتقادات، وروحت المناظرة بين تبادل الاتهامات بين المرشحين وعرض مقترحات من قبل المرشحين السبعة وهم ستة رجال وسيدة. واستهدفت الانتقادات خصوصا ساركوزي الذي تولى رئاسة البلاد من 2007 إلى 2012، وخصوصا في قضية الهوية التي تعد أساسية بالحملة اليمينية للرئيس السابق، مؤكدين أنها ليست أولوية لدى الفرنسيين.
وأشار استطلاع للرأي قبل المناظرة إلى أن الفرنسيين ينتظرون من المرشحين التطرق إلى البطالة التي تمس 10% من السكان، ثم مكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي جرت بالبلاد منذ 2015 فمسألة الهجرة وأخيرا الهوية. من جهته تحدث ألان جيبتي الذي يحظى بدعم اليمين المعتدل والوسط عن الأمل، مؤكدا أن فرنسا ستصبح مجددا بلدا عظيما يحلو العيش فيه على حد تعبيره. وتنطوي الانتخابات التمهيدية على رهان كبير، إذ أن الفائز فيها يتمتع بفرص كبيرة للفوز بالدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي في مايو في مواجهة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف ماري لوبين، كما تشير استطلاعات الرأي. وقبل ساعات من المناظرة كشف استطلاع للرأي أن جوبي تقدم بفارق كبير على ساركوزي في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليمين. وكادت تغيب عن المناظرة الانتقادات لحكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي تراجعت شعبيته إلى حد كبير منذ انتخابه عام 2012 وفق استطلاعات الرأي. ونصل الآن إلى جديد الملاعب بهذا المساء، وسمي العبد والحمين سالم، ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيدي محمد الحي، وتحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، وأهلا بكم معنا في جديد أخبار الرياضة لهذا المساء. عادت مساء اليوم عجلة الدوري الوطني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران من جديد بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين بسبب خوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة ودية مع نظيره المنتخب الكندي ضمن هيئة الفيفا. وعرضت عودة الدوري إجراء مواجهة واحدة لافتتاح الجولة الثالثة، جمعت بملعب الأولمبي بين الفريقين الصاعدين الموسم الماضي إلى دوري رضوى، هما فريق ديز وشباب أكاديمية الرياض. المباراة شهدت تعادلا أبيض بين الفريقين خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن شباب فريق ديز من افتتاح ثلاثة تهديف عن طريق ركلة جزاء. وعلى نفس الوتيرة استطاع شباب والمدرب الجزائري أبو هلال أن يعادل النتيجة من خلال ضربة الجزاء كذلك، لكن فريق جيز عاد من جديد لزيارة شباك فريق الرياض بهدف قاصد خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق جيز. الجدول التالي يبين لنا برنامج مباريات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم. إلى أخبار المحترفين الجزائريين الموريتانيين، أحد أختار الاتحاد اللبناني لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني ونادي أفسان واديبو سابقا ماما إنياس المحترف بنادي إسلام زاكرتا كأفضل لاعب في الدوري اللبناني لكرة القدم خلال الشهر الماضي. يأتي على الاختيار بعد أن تمكن المحترف الموريتاني من احتلال قائمة أهداف الدوري اللبناني لكرة القدم بعد حصده لأربعة أهداف خلال مباراتين شارك بهما مع نادي، واستطاع اللاعب ان يسجل هاتريك من الاهداف خلال اللقاء الذي جمع نادي سلام زكرتا بنادي الاجتماعي طرابلس في ملعب طرابلس البلدي لحساب الجوله الثانيه من الدوري اللبناني، والذي انتهى بفوز زملاء ماما ياص بثلاثيه من الاهداف مقابل هدف. وقد تالقها اللاعب في الموسم الماضي بالدوري المحلي مع نادي السيل ويبو، وتم استدعاؤه للمنتخب الوطني الذي لعب معه 10 مباريات سجل خلال 4 أهداف، وكان قريبا من الانتقال إلى النادي الصفاقس التونسي قبل أن يوقع للسلام زكرتا اللبناني. في الشأن الكروي، دائما وقع نادي الوحدة لكرة القدم بتيارته مع اللاعب السابق للمنتخب الوطني المدرب حاليا بلا ويل سالم، ويسعى النادي من وراء هذا التعاقد
إلى الدخول بقوة في دائرة المنافسة على اختطاف ورقات العبور إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلال الموسم المقبل المرة الأولى بتاريخ هذا النادي الحديث النشأة. ويعد بلا وجدان من بين المدربين المتميزين الذين اختبروا الدوري الوطني لأندية الدرجة الثانية بشكل جيد، كما يتمتع بشهادات دولية في مجال التدريب، كان آخرها شهادة مدرب منتخبات الناشئة حصل عليها بعد دورة تدريبية في ألمانيا. ختام نشرتنا الرياضية المسائية هذه مشاهدينا الكرام باللحظة التالية التي نصب لكم عبرها هدفي أول محترف برازيلي بالدوري الموريتاني نيكسون فيدال المسجلين خلال الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم. على كريم المتابعة نوجهكم ونشكركم في ختام نشرتنا الرياضية هذه، ونعود بعد الفاصل إلى الزميل محمد الحاج. شكرا لي يا زميل عبد الحميد سالم. ختاما لنشرة تذكير بأبرز العناوين. جلسات الحوار الوطني الشامل تتواصل والنقاشات تقترب من الاتفاق حول أهم النقاط المطروحة على جدول الأعمال. التوقيع بين بلادنا واليابان على منحة تربو على 1,200,000,000 أوقية موجهة للأمن الغذائي. مقتل 17 شخصا اغلبهم من مسلح المعارضه في انفجار سياره مبخخه قرب من معبر باب السلام على الحدود السوريه التركيه. نهايه هذه النشره، اعود فالتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. الى ذلك الحين في امان الله.